ازيكم يا شباب؟ معكم حلقة جديدة مع ايسي تيوب جيمنج. النهاردة هنلعب لعبة نيد فور سبيد للكمبيوتر، لعبة السيارات الخطيرة. طبعا كلنا عارفينها، لعبة قديمة جدا، ودي اخر اصدار ليها بتاع 2016، لسه نازل السنة دي. ده شباب مش عارف شهر 3 ولا ايه. فانا هخش دلوقتي هلعب اللعبة وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. طبعا اللعبة يعني ما عجبتنيش قوي، بس انتوا برضو قولوا لي ايه رأيكم، وهنخش الجيم ونشوف ايه الكلام في اللعبة يا شباب. دخلنا الجيم يا شباب. طبعا انا لسه اول مره اشوف التحكم بتاعها فين. ايه ده؟ انا امشي كده قدام. لا قدام يا بطل. اه اليمين وشمال من هنا. حتى التحكم فيها غريب. اوعى يا عم من اولها. يلا. طبعا الجرافيك بتاع اللعبه جميل جدا يا شباب، عاجبني جدا. ف لسه هنشوف الكلام في اللعبه. بص الطرق بقى عامله ازاي والشغل العالي، والسيارات بقى فيها جميله جدا والشوارع. بس اللعبه ما تفهمش بقى فكرتها ايه اللي غريبه ولا ايه. يلا خير. بس العربيه برضو شكلها والبدايه كانت جامده جدا، حاسس ان ده فيلم بجد، بس عاملين شخصيات بجد مش شخصيات مجسمه، فشكلها ممتع. بس كان ولا خلي بالك خلي بالك اهو. ايوه يلا يلا خير ان شاء الله. بس انا فين الطريق يا عم حازم؟ يا عم انا ما اعطيك اشاره يا عم. هو فين الطريق؟ انا كده ماشي صح ولا ماشي غلط؟ ليه العربيه بتلف؟ حكم عجيب وربنا، حكم عجيب باللعبة. الله عمال يخبط لسه بقى كده يا شباب. انا مش فاهم اي بطيخ. استنى كده. ايوه كده يمين شمال. قشطة عليك يا بلاسيس. وهنرجع الطريق اعتقد الطريق من ورا. استنى كده الخريطة. استنى ارجع مرة تانية. ماخد دراية كل حاجة. بطيخة دي. انا هعمل استنى كده. طب استنى كده نجرب نعمل كده. ايوه. خمس. لا اهو بص بقى التخميس. اهو اهو. اي خدنا يا شباب. واللي ميت مش عارف ايه. يا عم امشي يا عم، سيبني اخمس يا عم. ايوه بص 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 عملت خمسه يا ربنا عليك يا بلاسيس. عايزين بقى نفحط المره الجايه بقى يا شباب. مش ولا بيكلمني ولا هي تعالى زبادي جيلك يا عم. ما تقلقش مش عايز بقى ذنب. انا هرجع مره ثانيه. هو شكله في ورا هنا صح؟ بس الكاميرا بايخه جدا، كل ما ادوس ورا تطلع قدام. وارجع بلدي يا عم. انا تيجي تدوس لمين تبص لمين الكاميرا؟ ايه المزاوله دي؟ تعالي هنا. اجي من هنا. ايوه اهدي شويه. استنى اخش ازاي كده؟ الكاميرا جايبه لي الخبلان. قول لي انت رميه في نص الشارع ده يا ابني. فين الطريق اهو؟ اخيرا اعوذ بالله وصلت بالعافيه يا راجل بعد طلوع الروح. ايه وجع القلب ده؟ دل على السلامه. Take him out for a shakedown. Maybe one of these mongrels will take a shine to you. يا سلام. احلى حاجه طلعت من الكلام الراجل الحقيقي للعربيات اللي هي، وكمان حاطين لي فيها الاختيارات. فهنختار الطياره دي يا بطل ولا اشتريها؟ ماشي انا مش عارف معايا فلوس ولا لا. ربنا انا اصلا مفلس. دخلنا الجيم يا شباب. تحس ان انت في الجيم بجد. اللعبه غريبه جدا. تقدر تتحكم في الطياره. طبعا التحكم فيها جميل جدا. تحس انك راكب عربيه بجد. اللعبه كجرافيك وكشكل منظر بس جميل جدا. بس غير كده بص شكل العربيه تحفه تحفه.
نفس المنظر. خلي بالك يا عم خلي بالك يا نهار اسود. ايوه ركز ركز كده هبادل العربيه عايز امشي مع اصحابي فهركز دلوقتي. دلوقتي يا بطل تقدر تغير في التحكم، تخليك مثلا التحكم كده تظهر العربيه بس الجزء الخارجي والجزء الامامي عندك زي ما تحب. ايوه خلي بالك حلو حلو حلو. ايوه طبعا انا لسه اول مره العبها فاعذروني يا شباب. وزي ما قلت لكم اللعبه مجانيه ممكن تلعبها لمده 10 ساعات وبعد كده اللعبه ممكن تشتريها لو عجبتك، لو ما عجبتكش ما تشتريهاش، دي حاجه ترجع لك انت يا بطل. لازم تمشي مع العيال سريعه جدا ومستواهم يعني احترافي طبعا تبع اللعبه فلازم يكونوا جامدين وش يعني. ده تقييمي للعبه دي عشان الناس تعبوا فيها يعني 5/10 لان انا ما بحبش العاب السيارات بس قلت اجربها. ممكن قلت ممكن يكون في بقى لعبه مالتي بلاير اونلاين تلعب مع عيال وكده بس طلع نظام مختلف يا شباب فلازم تفتح حاجات ومش عارف ايه وبتاع بس ما لقيتش فيها لعبه اونلاين. بس اللعبه بصراحه كلعبه وجرافيك وسيارات لو انت تحب السيارات دوس يا بطل. ايه يا عيب عليك وصلت كده يا شباب. فده كان عرض سريع للعبه يا شباب. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير لايك سبسكرايب اشترك معانا في القناه بطل وتكتب لنا تعليق بخصوص اللعبه تأنيد فور سبيد من حيث الجرافيك بتاعها من حيث التحكم فيها من حيث سواقتي. فشوف انت برضو اللعبه قول لي رايك فيها، عايز تنزلها نزلها بطل وتجربها. وهي مساحتها حوالي 11 جيجا او 10 جيجا فانت عايز تجربها جربها. واشوفكم المره الجايه مع فيديو خطير مع اي سي تيوب. يلا سلام.